بعد انتهاء هيدي الفقرة بننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي Around the World. بالراوند وورد مشاهدينا كل مره باخذكم انتم قاعدين بالبيت ببرمه على بلد معين، هيك انتم قاعدين بالبيت بتستفيدوا وبتتعرفوا على هذا البلد وعلى معالمه السياحيه وكل شيء بيتميز فيه، هيك اذا حبيتوا تزوروا هذا البلد تكونوا عارفين مسبقا كل شيء بخصه، وين تروحوا، شو تاكلوا، تاريخ هذا البلد، واذا كنتوا قاعدين بالبيت وما زرتوا هذا البلد بتكونوا اكتسبتوا معلومات عامه. اليوم رح اخبركم عن الولايات المتحده الامريكيه. تجي الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث من حيث المساحة، تحتل أيضا المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، هي واحدة من أكبر دول العالم تنوعا من حيث العرق الثقافي نتيجة الهجرة الكبيرة اللي صارت لها من بلدان مختلفة. اقتصاديا بتعتبر أمريكا من أكبر اقتصاد وطني بالعالم. تعرف أمريكا رسميا باسم الولايات المتحدة الأمريكية ليش؟ لأن جمهورية اتحادية بتتألف من 50 ولاية، عاصمتها واشنطن وبتوقع بقارة أمريكا الشمالية، أما لغتها فهي الإنجليزية هي اللغة الرسمية. عندنا 12% من سكانها بيتحدثوا الإسباني، عندنا 0.64% بيتحدثوا بالصينية. الدينية هي الديانة هي البروتستانية المسيحية كاثوليكية واليهود، أما العملة فهي أكيد الدولار. العلم إذا فينا نشوف بالصورة العلم مؤلف من 13 خط أحمر وأبيض بيرمز لعدد المستعمرات البريطانية عند إعلان الاستقلال عن بريطانيا لتصبح أول 13 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، مثل ما عم نشوف مع مربع أزرق بدون 50 نجمة بيضاء ترمز لعدد الولايات المتحدة وبيسمى بمربع الاتحاد. اقتصاديا اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية متقدم لحد كبير، هو قائم على نظام السوق، تمتلك الاقتصاد الأقوى تقنيا والأكثر ابتكارا على الصعيد العالمي، تبرز قوة الاقتصاد بمجالات الاقتصاد الصناعي، الكمبيوتر، الأدوية، الطب، التقنيات العسكرية وبالفضاء الجوي. ننتقل هلا معكم للمعالم السياحيه ومنعرفكم على اهم المعالم السياحيه بالولايات المتحده الامريكيه. منبلش مع اول صوره اللي هو تمثال الحريه بنيويورك اللي بيرمز للولايات المتحده باكملها، هو تمثال ضخم ارتفاعه 93 متر بيرتكز على قاعده بعرض 47 متر. ننتقل لتاني معلم سياحي اللي هو سنترال بارك، اللي هو مثل ما عم نشوف هو احد اكبر الحدائق بالعالم، بيجذب عدد كبير من الزائرين اكيد لإله. منكمل مع ثالث معلم سياحي اللي هو متحف الامريكي للتاريخ الطبيعي اللي بيوقع بالجانب الغربي من مانهاتن، بيعتبر من اكبر المتاحف على مستوى العالم، بيضم مجموعة كبيرة من الحيوانات المحنطة الضخمة وبيحتوي على أكثر من 45 قاعة عرض متنوعة، فيه قبة سماوية ضخمة، مكتبة غنية، أغرب أنواع الصخور، النيازك، بقايا بشرية وحيوانية، وبيضم أيضا 33 مليون قطعة متنوعة أكيد بيستحق الدهشة. منكمل مع ديزني لاند اللي هي موجودة بلوس أنجلوس اللي هي الواجهة الأساسية للترفيه والمرح مش بس للأطفال بل للعائلة بأكملها. بتاخدك ديزني لاند لعالم الخيال والطفولة وبتضم مجموعة كبيرة من الرسومات الكرتونية. ننتقل لهوليوود اللي هو الأشهر على مستوى العالم اللي بتضم الاستديوهات السينمائية بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير العالميين، هي أكبر المدن السياحية اللي بتعتبر مركز تاريخي للسينما الأمريكي، واسم هوليوود صار هلأ رمز خاص للسينما المصرية. مثل ما شفنا بالصورة يونيفرسال ستوديوز بتضم مجموعة كبيرة من يونيفرسال ستوديوز اللي هي واجهة سياحية، فيهم الزوار يكونوا عم يتجولوا بالأماكن المخصصة أثناء التصوير ويكونوا عم يشوفوا كواليس الأفلام العالمية ويشاهدوا كل الكواليس شو بيصير فيها من تصوير ومن كل شيء آخر. بشو بتشتهر أمريكا؟ أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية بتشتهر إنها فيها أشهر المدن، منتزهات وطنية، مندجعات، معالم أثرية مهمة مثل ما ذكرنا بعض منهم، عندها بركان مشهور موجود بهاواي، أشهر الأطباق الأمريكية اللي هي فطائر البانكيك والتشيز برجر اللي كل العالم بيعرفهم وبيكلهم، عندنا أيضا أشهر الشخصيات الأمريكية.
وبعد هالبرمجة اللي أخذتكم فيها على الولايات المتحدة الأمريكية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وحبيتوا المعلومات القيمة اللي أعطيتكم إياها. وأكيد أنا بوعدكم كل مرة أكون عم جيب لكم معلومات أيضا قيمة عن كل بلد هيك أخبركم عنه. وبعد هيدا الفقرة بننتقل للفقرة الخاصة اللي هي فقرة كريسمس. كريسمس نحن مشاهدينا بنعرف انه قطع، بس في عنا كريسمس للطائفة الأرمنية اللي هو بعد ما قطع، اللي هو بيجي بستة كانون التاني وبيتزامن مع عيد الاغتاص. فاليوم رح كون عم بخبركم عن الكريسمس عند الأرمن وعند عند الاغتاص. خلينا نبلش ونذكر انه أرمينيا هي من أولى الدول اللي آمنت بالمسيحية، بتقيم لهيدي المناسبة احتفالات خاصة على تقاليد الكنيسة متورثتها من أكثر من 2000 عام. ليه اختير 6 كانون التاني ليكون هو تاريخ عيد ميلاد عند الأرمن؟ أول شيء كنيسة روما اختارت وأعلنت عام 336 25 كانون الأول عيد ميلاد يسوع المسيح اللي هو نحن بنعتمده، أما الكنيسة الرسولية الأرمنية فبقيت هي مخلصة للتقاليد القديمة واختارت بقيت على هيدا الدات اللي هو 6 كانون التاني. لعيد ميلاد لدى الأرمن هيك عنده نكهة خاصة، بخصصوا الأرمن ولادة يسوع المسيح بخصصوها فقط للصلاة وإقامة الترانيم الدينية. بيتركوا تبادل الهدايا لليلة رأس السنة، مش مثلنا نحن نتبادل الهدايا دغري بعيد الميلاد، أما هن بيتركوهم لحتى يفتحوهم لليلة رأس السنة. من العادات الأرمن أنه يكون عم ببلشوا بالصلوات عيد الزهور بليلة 5 كانون التاني. أيضا بيكونوا عندهم إضاءة الشموع بجميع الكنائس وبينقلوها من بعدها للبيوت بعد صلاة أكيد العيد ب6 كانون التاني. أيضا عندهم بيباركوا المي بالصليب وبالميرون، هيدا عندهم إياه رمز لمعمودية سيد يسوع المسيح، وبترجع المي بتتوزع المباركة أكيد على الشعب. بتزور جوقة كل كنيسة منازل رعيها للترنيم والصلاة، هيدا كمان تقليد عندهم بيزيد عن 1000 سنة. وعندهم عادة كمان يكونوا يحيوا تذكار الموتى بزيارة المقابر ب7 كانون التاني. طاولة الأرمن، تزين الطاولة بالأطباق أكيد الأرمنية التقليدية. عنا السمك اللي بيرمز ليسوع المسيح، عنا السبانغ مع البرغل الخشن والخضار اللي بيرمزوا لحياة جديدة، عنا فاكهة مجففة اللي بترمز للإنسانية وللمسيحيين، عنا العسملية الجوز، وما ننسى أكيد المبيد اللي بيرمز لدم المسيح وخطايا البشر. مشاهدينا مهما اختلفت تواريخ الاحتفالات وتنوعت العادات والتقاليد، بيبقى العيد الحقيقي برمزيته واحد اللي هي ولادة يسوع المسيح، فنحن ما لازم ننسى هذا الشيء. وأنا بدوري خليني أعيد كل شخص أرمني على طريقته وقول له شنور هافور سورب زونوت. إن شاء الله تكون هيدي السنة أكيد أحسن من السنين اللي قطعت قبل، تكونوا أكيد أنتم كلكم بصحة وبعافية، انبسطوا بهذا العيد عيده، وما تنسوا مثل ما ذكرت العيد الحقيقي والمعنى الحقيقي لهذا العيد اللي هو يسوع المسيح. مثل ما ذكرنا عيد الميلاد عند الأرمن بيتزامن مع الاغتاص، فرح أخذكم بلمحة سريعة وخبركم شوي عن الاغتاص. عيد الظهور الإلهي، عيد الاغتاص، عيد الدنح أو عيد العماد، هو كلهم نفس الكلمة لعيد الاغتاص. هذا العيد بيحتفل فيه المسيحيون ب6 كانون الثاني مثل ما ذكرنا، لذكر معمودية اللي هي عمادة يسوع المسيح بنهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. لعل أول ظهور لله المثلث الأقانيم كان وقت عماد ابنه يسوع المسيح اللي هو بيرمز لاسم الظهور الإلهي. فالآب بوقتها بينادي، وقت المعمودية بينادي ابنه يسوع المسيح وبيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فيما بحل روح القدس بشكل حمامة وبتستقر على يسوع المسيح ليعلن أنه هو المخلص اللي قتل حتى يخلص العالم بصنع الفداء العجيب. من عاداتنا نحن بوقت الاغتاص أن نكون عم نعمل مأكولات بنعتبرها هي بركة العيد، مثل الزلابية. الزلابية هي على شكل أصابع، من يقال عنها أنه هي أصابع يوحنا المعمدان اللي بتدل على يسوع المسيح. عنا أيضا عادات بنعمل جالات دروا ومنحط بقلبهم هيك تمثال صغير ملك وملكة، والشخص اللي بيطلع له الملك أو الملكة بتعتبر أنه سنته رح تكون سنة خير.
بيسهر المؤمنون حتى منتصف الليل حتى يكونوا عم بيحتفلوا أكيد بالقداس الإلهي، وبيتقبلوا كتير من الأطفال سر العماد بهيدا العيد. فمشاهدينا بدي أقول لكم دايم دايم كل خطاص وأنتم بخير، وبدي أرجع عيد أكيد الأرمن وأقول لهم ينعاد عليكم وماري كريسمس. مشاهدينا ركاب سريع قبل ما نخلص حلقتنا ونختم، خلينا نبلش بفقرة هوب اللي كان عندنا نيك اللي هو فائد أطرافه الأربعة، وكان عم بيفكر انه ينتحر، بس بالرغم من هذا تحدى كل شيء، تقبل مشكلته وحولها لشيء كتير حلو، وهي صار كتب كتاب مثل بفيلم وصار شخص بيبرم العالم وبيخبرهم عن شو صار معه، وهو صار امل كتير من العالم. بتاني فقرة سيلبريتيز حكينا عن بوتشيلي كيف زار الوايت هاوس وغنى هو وابنه لأكيد رئيس الجمهورية. بوتشيلي اللي هو شخص أعمى ما وقف موقفة حياته هون، بل هو من أشهر الفنانين العالم وورث هذا الفن لابنه. بجنرال نولج حكينا حقائق عن جسم الإنسان ما كنتوا تعرفوها من قبل. بالراوند وورد أخذكم ببرمة على الولايات المتحدة الأمريكية. أما بفكرة كريسمس فحكينا عن الكريسمس عيد الميلاد اللي بخص الأرمن، وحكينا عن الغطاس لليوم. مشاهدينا حلقتنا وصلت لنهايتها للأسف، أنا أكيد بشوفكن بحلقات لاحقة. بدي أرجع عيدكن إلكن دايم دايم كل خطاص وأنتم بخير. بدي أرجع عيد الأرمن وأقول لهم ماري كريسمس، ينعاد عليكن بسنة كلها خير وعافية، وأنا أكيد بشوفكن بحلقات لاحقة ومن هلا لوقتها. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان. باي باي.